بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نزيدو نكملو الشيء السكان اللي كانوا باقينا جهة مولدومة. نبدو الآن بالمع السكري اللي عنده ولدو عبد القادر إبراهيم الباشير وفيصل وزوج شيرات، الله يطول في عمرهم. من بعد هذا كانت سكن خروفة اللي عندها ولدها الجلالي جمال خالد وحميد، مسميهم كان عمي قويدر، اللي عنده نور الدين ومحمد وخليلو والهواري. ونور الدين اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، وعندهم نظن ثلاث شيرات. من بعد كان عزيز ولد الدقية، من بعد كان عمي حدو اللي عنده زوج شيرات وعنده ولد اسمه تيتو. من بعد كان بوشيحه اللي عنده بوشيحه سعيد واخوه الاخر اللي سموه بوشيحه عمر. من بعد كان سي عامر المجاهد اللي عنده مصطفى مداني الوهراني وزوج ولا ثلاث شيرات، سميهم كاين فراس اللي عنده خمس شاشر نظن، عنده خليل الحبيب عبدقة الجالي ومحمد وعنده ثلاث شيرات. زيد حداه كاين بالفول اللي عنده ولدها الميلود الطيب وعامر وزوج شيرات. من بعد كاين الشيخ اللي عنده سعيدة، من بعد كاين الشيخ اللي عنده سعادة الحبيب يوسف وجلول وعنده زوج شيرات. الحيين الله يطول في عمارهم، والموتى الله يرحمهم. من بعد كاين عمري عبد القادر اللي خوه مع عدة. هذا عمري خو عدة كان فدائي، عنده عدة وثلاث شيرات. كان بعد أرياك اللي عنده عقيد عبد القادر أحمد وعبيدات، عنده عبد الحق وزوج شيرات. من بعد كان محمد الصحراوي اللي عنده شيرة وثلاث شيرات، اللي عنده شيرة وثلاث شيرات. من بعد كان الشيخ ولد الزهرة اللي عنده ثلاث شاشرة وشيرة. الميتين الله يرحمهم، والحيين الله يجعل ربي يطول في أعمارهم. شكون اللي ينسى صورو وينسى حومتو القديمة ما ينساها. نزيدو كاين هنايا حوش باكو، هذا باكو حوش كبير وكانوا فيه بزاف الكراية. انا غادي نعطيكم اللي اسمه ورد، صحيح اسمه تقدم، كان يسكن فيه مصطاش متجادي، اللي عنده محمد، عنده الباشير الميلود عمر وحميد، وعنده زوج شيرات. الله يشد له الحيين والموتى الله يرحمهم. وكاين بني كان لك في الحوش هذا كان سكن سلطانه، ما نسوش كان ذلك الأخضر اللي كانوا عنده زوج شاشرة. كان يسكن بوسيف، كان يسكن الطاوش اللي عنده عدة وعبد القادر. كانت واحدة اسمها يمينة عندها زوج أولاد زوج شاشرة وشيرة. كذلك كان حوش الشاوش الولادة حمادي قاسم الميلود وحافظ، الله يطول في أعمارهم. كذلك واضح اللي عنده ولدها الحاج، عندها الهواري، هذو هما الولاد اللي كانوا عنده. ما نسوش يعني عبد القادر النيغرو اللي كان عنده كريم، عنده محمد الثالث مانيش متذكر عليه، مانيش متذكره، وعنده زوج شيرات. كاين خندرو محمد، خندرو اللي عنده ولده محمد وعبده وعنده ثلاث شيرات. الحوش هذا باغيين نديروا وقفه عنده شويه. هذا الحوش
مرت خندرو بكري كانت الوحيدة في راس العين اللي ديرنا دير الإبرة. كي نقول راس العين من عند المصمودي كانت حتى الكريان. أنا صغير ونقلها كانت تجي مجيت حيث العربي مجيت يا باستور يعني مجيت الغيران كما تقولوا انتوما كان دير الإبرة اللي يكون مرضى الملك. وزاد قال لي واحد كبير راه مات الله يحمه قال لي مرت عمي خندرو الله يحمه إلى يحيى تنجم تشهد قال لي كانت تدي الإبرة حتى للفيدة كيكونوا بليسين إلى يحيى الله يطول في عمرها وإلى ماتت الله يرحمها. هنا نوصلوا عند الحوش نتاع الزروالية. حوش الزروالية الأرض تاعها كبيرة هي كانوا عندها نعقول قلنا هذيك النهار هضرنا عليها كانوا عندها زوج تاع اولاد خلتهم خلت الله يرحمها خلت الزروقي الله يرحمه ووسع عليه وخلت زازو. من بعد بقى يسكن تماك في الحوش عبد القادر مع اخوه حميده والفوق قدوا لان الشهيد مات الله يرحمه محمد مات الهواري مات والفوق وتم احدام كانت تسكن خيروكا. خيروكا اللي عندها شجو الشاشرة عندها تاج وفؤاد وعندها 7 عشيرات الله يطول في عمرهم الله يرحمهم. القبر تبقى في عقله ديما وانا حمت راس العين هنا بغي نتكلموا على واحد كان ساكن عند واحدين كي جات اللجنة ذاك السيد حاوزة. علاش حاوزة؟ باش يدخل بنته في بلاصته. حاوزة برا مسكين عيا كيدي كي مابقاش عندها الدار ما حبوش يعطوه السكنة. الله يكثر خيروكا وولادها هما اللي عطاو لها هاد الدار هنا وعاونوا فيها غطاوها وراه ساكن فيها. لي عطاتها واحد البيت تما تحت مسكين باش يدرق فيها راسه. هذا السيد يسموه عثمان هو مريض ولده زوج مرضى واحد عندي كابي واحد مديور كل صباح يديه للسبيطار تاع الحاسي. كي نقول السبيطار تاع الحاسي راكم عارفين المعنى تاع السبيطار تاع الحاسي. عندها براكه هذا الدار راكم تشوفوا فيها دار لها طراز زاد وكتكثر دار لها بلاستيك. نشوفوا ونقولوا الغاشي إلا فيكم درة تاع رحمة يوم تجي اللجنة تلايمو كاع تلايمو ودعوا اللجنة قول لهم وقولوا له قول لهم عطوا للسيد عطوا للسيد إلا هو داي سكنة صح ما عطوش بصح ماهوش داي ما عندوش عطوا سكنة وربي يجازيكم إن شاء الله والله يوسع على كل مسلم ومسلمة الله يوسع عليكم إن شاء الله يا رب العالمين. ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما وانا حمتي راس العين وانا حمتي راس العين راحت وما بقاش. هنا يا صي خلاص كملنا مع مع مع, مع الجهه تاع مولدومه دوك ان شاء الله القدام باغي نبداو من طريق الرحر حتى لعند عند طريق الكريان يعني كما يقولوا كبار بقات لنا طريق الواد الواد قاتلنا غد لكلاسير نكملوها ان شاء الله يا رب العالمين. الله يوفقنا ويوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هدمت وطاحت وبقى دمعه في العين ديك الصوره ما زال في عيني غير البارح ذكريات كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصور تهدم والغرس دبال ما بقى في الارض خضار شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جمعتي مع ولاد الجار.